إذن الصور التي تصلنا من ولاية عين تيموشنت في اليوم الأول بعد الترخيص بفتح الشواطئ، عديدة الشواطئ إذن في ولاية عدة. أكيد التركيز سيكون قبل ذلك. نعم، كمال بوعز عبيد يلتحق بنا عبر تقنية سكايب. أهلا بك كمال، تفضل. أهلا بك زميلتي أحلام. إذا كما ذكرت متواجدون حاليا بشاطئ بوزجارتين بولاية عين تيموشنت. هي أحد شواطئ الولاية التي لربما تم إقرار فتحها بعد قرار الغرق الذي صدر سابقا عن والي ولاية عين تيموشنت. إقبال لحد الآن معتبر للمواطنين منذ الساعات الأولى لنهار اليوم. ربما هذا الإقبال وسط أيضا يأتي وسط تعزيزات أمنية مكثفة لمصالح الدرك الوطني والمتواجدة عناصرها في نقاط عدة عبر شواطئ الولاية، خصوصا مداخل هذه الشواطئ. عناصر الحماية المدنية هي الأخرى أيضا بدورها سخر كافة إمكانياتها المادية وكذا البشرية عبر 18 شاطئ مسموح ضمن إعادة الفتح التدريجي للشواطئ حسب ما أعلنت عنه مصالح المختصة المتمثلة هنا بولاية عين تيموشنت في مديرية السياحة. نفس المشاهد لربما زميلتي أحلام وقفنا عليها قبل قليل. نعم. عبر عدد من الشواطئ المجاورة لهذا الشاطئ، شاطئ بوزجار 2 كذا شاطئ السبيعات 5 كيلومتر، حوالي 5 كيلومتر عن المكان المتواجد به حاليا. تباين ربما في احترام الإجراءات الوقائية بين الوافدين. نعم. خصوصا ما يتعلق بإرداء الأقنعة الوقائية. نعم. بينما تسعى أيضا عناصر الحماية المدنية عبر جوالاتها في الشواطئ إلى إجبار المواطنين على احترام التباعد ومسافة الأمان بين كل شمسية وأخرى. نعم، إذن بالفعل عناصر الحماية المدنية الأمن وعناصر الدرك الوطني وضعت مخططا خاصا باليوم الأول لإعادة فتح المساجد، كذلك شواطئ ومرافق التسلية.